اتكلمت عن الأراضي الصحراوية وحالة وضع اليد، عرف وضع اليد اللي في مصر، وكم الأراضي اللي اتحط عليها الإيد. وقلنا إن يا جماعة أي حد واخد أرض بشكل غير رسمي أو مش مخاطب جهات رسمية، طبيعي إن الأرض تتاخد منه. طيب لو في ناس خدوا أراضي وقدموا أوراق ودفعوا فلوس ومستنيين تقنين الوضع والدولة تقدر تاخد منهم فلوس، والرئيس بيتكلم عن زراعة 4 ملايين فدان، فقلنا ليه ما تجيبهمش اللي زارع بجد وجدية، وتشوفوا نوع الزراعة، وتشوفوا هنصدرها ازاي، هتأدي في الغذاء ازاي، وتشوفوا انتوا عايزين منهم ايه. الناس دي وضعها ايدها على الارض بقالها 10 و15 سنة، الدولة ما بتاخدش منهم حاجة وسايباهم، ويوم ما جت وتقرر قررت انها تدخل جرافات وتشيل الزرع. طيب ما هي الاستفادة؟ استفدت ايه؟ انا حتى طرحت عليهم قلت لهم طب خدوا الزرع ووزعوه، الناس دي حفرت ابيار وخلافه. نزلت حملات على طريق مصر اسكندريه وعلى مدينه السادات وبدات تعمل ده، حصل تجمهر الاف المواطنين وتم التراجع عن القرار. من اتخذ القرار ولماذا وبدون دراسه؟ من اتخذ القرار بالايقاف وما هو البديل؟ مش هتلاقي حد يرد عليك برضه. احنا عندنا الاف الافدنه المزروعه من سينا وانت جاي لحد اسوان، اغلبها بوضع اليد. طيب ما هو المليون فدان ولا 4 مليون فدان اللي هيديهم الرئيس هتبقى بتخصيص لناس يزرعوها بنوعيه زراعات، هل تم دراسه حاله هؤلاء؟ هل قلنا لهم كان الفدان زمان بيتباع ب 1002 وب 500 جنيه؟ حد قال لهم الفدان ب 100,000 ورفضوا؟ ما تيجوا نجرب. ما يجي يقول له فدان مزروع اهو انا هقنن لك يا سيدي ويبقى ارضك، وفي فدان ب 100 وفي فدان ب 70 وفي فدان ب 50، هيجي لنا 200 مليار. طب مستنيين ايه؟ من الذي ياخد القرار؟ اللي خد قرار الهدم عنده تصورات قرار بنا؟ طب استعجل وخده دلوقتي في وقت الحصاد ليه؟ عشان يوجع قلوبهم؟ يعني في موسم للحصاد وموسم للزراعه، اللي استنى الموسم الحصاد، ايه الحكمه في انك تعكنن على قطاع كبير من الشعب دفع فلوس في الوقت ده؟ بقول لكم في حد مغرض والله العظيم، في حد شرير عايز الناس تقف تدعي وتلعن وتغضب. انا لو عندي ارض ودفع فيها مئات الالاف وزارع وسايبيني بقالي 10 سنين وجاي النهارده تهدلي الزرعه، هفهم من ده ايه؟ هحبك؟ هقول فداء للوطن؟ هقول ده الراجل ده حريص على بلده؟ طب كنت فين ال10 سنين؟ كنت سايبني خدت مني اوراق ليه؟ خدت مني فلوس مقدمات ليه؟ قلت له روح قنن وهات لي شهاده من الري ان في مياه جوفيه، فجبت لك شهاده فقلت له روح اعمل بير وسبتني وشفتني، قلت لي لا روح هات لي مسح جوي فروحت جبت لك، قلت لي لا روح الجيش هات لي ورقه من الجيش ان الارض دي، حاضر. روح الاثار قول لي ان مفيش اثار في المنطقه دي، حاضر. هات لي ان مفيش منازعه على هذه الارض، حاضر. هات لي ان الارض دي لا تبع الاوقاف ولا تبع المحافظه، حاضر. اوكي روح ازرع يا ابني علشان اثبت تثبت جديه، لما انزل لك الاقيك ثابت جديه. انا عمري ما امتلكت متر بس عشان ما حدش يفتكر ان حماسي انا كده على طول. طب انت بتهد ليه؟ ليه الهدى الهد سهل؟ ليه الهد سهل وانت بتتكلم عن زراعه فمزروعه؟ حد يطلع يشرح لنا انا غلطان، انا بقول كلام غلط، حد يطلع يقول لي كلامك غلط، عايزين نقول كلام صح. اللي طلع القرار بان تطلع كساحات قبل كده كان في هنا وتدخل رئيس الوزراء شخصيا ووقفها، راحوا طالعين على مدينه السادات. مين اللي طلع القرار؟ رجع لرئيس الوزراء، رجع للرئاسه، سال ايه المخطط الزراعي اللي في مصر، عنده تصور للمخطط؟ الناس اللي دفعت فلوس دي مش دي كانت فلوس دايره في مصر؟ طب انت بتهلكها لحساب مين يا عمي؟ حد يقول اللي بنى، اللي خد ارضه وبنى عليها عماراته وبتاعه وفيلات، وفي ناس عامله كده بشكل غير قانوني، ادخل خد منه اتعلمه، خد منه المكان، حقك قبل ما تهد. وادي لنفسك فرصه للمراجعه، انت هتعمل ايه؟ هي المنطقه دي زراعيه ولا سكنيه؟ لو سكنيه انا هاخدها منه وابيعها وحاسبه، لو زراعيه يبقى عامل مخالفه وانا عايز ارجع الارض زراعيه، اهد بس حد يكلمنا. لكم شعب طيب قاعد يستناكوا ايها المسؤولون، فاشركونا معاكم كده وقولوا لنا احنا بنعمل كذا عشان 1 2 3، الكلام اللي قلته يا خير يا رمضان ده غلط، الكلام الصح هو كذا 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 كذا، الزراعات اللي انت شايفها قدامك مزهزهه، الطماطم والكنتالوب والخيار والفلفل الاخضر اللي احنا بنكسحه ده مسمم، طب احصدوه، طب كلوه، طب بعوه، طب خللوه،
بس اعملوا اي حاجه في ابوه، مش تفرموه تدمروه. يعني النعمه لو زالت كفايه ما هي زايله، كفايه حافظوا على اللي في ايدينا.